ده كلام مهم جدا. الأهلي نظم نفسه كتير، الأهلي نظم نفسه علشان كده الدنيا فرقت. ده رأي مهم كان للدكتور طه إسماعيل شيخ المحللين في التفسير ليه مستوى الأهلي في الطالع بالشكل ده. نشوف النادي الأهلي نظم نفسه بشكل كويس جدا، انتشار جيد، ثم استخدم المسارات في الهجوم من العمق، قفشه من السوليه، انتشار انفراد، رأس الجول وسجل هدف. ديانج من العمق فردي بطريقه فرديه وسجل هدف رائع جدا. من الجنب عبد القادر من الناحيه الشمال مر اكثر من مره من الناحيه الشمال وصلح لقفشه سددها عاليه وصلح واحده عرضيه ما حدش قابلها زي دي. بالظبط. فمسارات الهجوم كلها استخدمها النادي الاهلي من العمق ومن الاجناب، ثم الاستحواذ الجيد نتيجه الانتشار، ولذلك كان هو مسيطر على الكره اكثر، وفي نفس الوقت الحده البدنيه كانت موجوده في كل كره مشتركه، كان النادي الاهلي اكثر استحواذا لها عن الشوط الاول، وبان بالشكل الحقيقي او المستوى الحقيقي للنادي الاهلي في الشوط الثاني، وبان النادي الاهلي كان ممكن يسجل كمان اهداف اكثر من هذا. وانا اعتقد ان المباراه كانت قويه جدا، لان الشوط الاولاني انبي كان خصم عنيد، فالنادي الاهلي الحقيقه هاجم من كل الاجناب واحتفظ بالكره في نص الملعب في بعض الاوقات على اساس ما تضيعش الكره منه، واستحواذه اصبح جيد جدا. اعتقد النادي الاهلي عبر عن نفسه تعبير رائع جدا في الشوط الثاني. فالمباراه يعني ليست مباراه سهله كما الناس تتصور، ولكن النادي الاهلي قدر يحسمها في الشوط الثاني بشكل جيد جدا. صحيح. طيب شيخ طه، وانا ما شفتوش بيتكلم باريحيه بقالي مده، كان قلقان، لكن الماتشين الاخرانيين في ايجابيات كتيره، اهمها في رايي ترجمه التفوق بتاعك وفارق المهارات لصالح النادي الاهلي في تحقيق نتائج ايجابيه. لان انا في ماتشين من الثلاثه اللي تعادلناهم استاذ ابراهيم ما كان ينبغي ان احنا نتعادله. ماتش ضيعنا فيه ضربه جزاء امام فيوتشر وهو بيلعب 10، ما يصحش ان الماتش ده لو مشيت الامور طبيعيه ان احنا كنا هنكسبه، بدليل انك انت ضيعت ضربه جزاء في العارضه. واخر ماتش امام فاركو انك انت يبقى لك استحواذ كاسح وحاجه و20 كره عرضيه وحاجه و30 محاولة على المرمى، إذن هو كان في تفوق لم يترجم. لما يترجم التفوق ده إلى أهداف يبقى بتكسب الماتشات. أنت دلوقتي الماتشين ورا بعض بتحقق ثلاثية في ثنائية. فده برضو نرجع نقول إيه، إحنا بنقول لفرقتنا غطوا الجول، ما هو هم قاعدين يغطوا الجول. لكن لم يكن هذا يتحقق في ماتشات خسرناها مش لاننا وحشين، لكن ما كانش في ترجمه حقيقيه للسيطره واستغلال للفارق المهاره الفرديه اللي احيانا بتبقى هي الحل. يعني في التجدس اللعيبه ممكن تبقى المهاره الفرديه هي الحل، لكن طول ما احنا الجماعيه والمهاره الفرديه موظفه في اطار الجماعيه ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الأهلي، خاصة لما الإشادة تيجي من قبل المنافس. واحد من كبار نجوم نادي الزمالك كابتن فاروق عفر. نشوف حضرتك كنت واقف عند الخبرات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. هو النهارده فرقت بشكل كبير جدا، لحتى عملنا مقارنه بين فريق انبي وفريق النادي الاهلي، هتلاقي الخبرات في صالح النادي الاهلي. الاحتكاك والاستمرار اللي وجوده في الملعب وان اللعيبه بتدوس في الملعب لصالح النادي الاهلي. التنظيم والخبرات في اللعيبه دوليين او لعيبه بتلعب في ابطال الدوري بيلعبوا في المباراه على المستوى الاعلى هتلاقيها للنادي الاهلي. التنظيم النهارده او مدربين كتير اجانب يشتغلوا مع لعيبه النادي بيكتسبوا منها الخبرات. النهارده النادي الاهلي خبرات اللعيبه، الخبره ليها ثمن اذا فعلت الخبره، بمعنى ان انت تكون صاحب قرار وحاسس بامتك وانت بتنفذ الخبره. يعني الباص اللي عمله عمرو السوليه لقفشه، الاثنين عندهم الخبره عشان يتحرك ويقطع. يعني قفشه قطع جاي من الكوره وهو وعمرو السوليه حاطط له الكوره، حاطط له الكوره قدامه، ما خلو لو وقفها قفشه خلاص ما تبقاش هجمه. يعني هنشوفها تاني، لو وقفها قفشه ما تبقاش هجمه. ادي الكوره، بص قفشه كمان مش هيرقصوا ويجيب جول. دي الخبره، التفصيل، دي الخبره والتفصيل كمان. الكوره خارجه
قوه الكره ايه، ارتفاع الكره ايه، الكره رايحه فين، اللي عمرو السولية عاملها حاطها له في مكان الكره على الارض في مكان فاضي يقدر يجري قفشه بالسرعه بتاعته. لو رجعنا ليانج بقى هنشوف اللعيبه ساعدته، وهو كان الكابتن طه بيتكلم على الاداء الحركي للادي يانج بعد ما يروح بالكوره، هنشوف اللعيبه اللي اتحركت فتحت له الخطوط، الخط ده اتفتح الخط الثالث، هم دلوقتي احنا بنتكلم هو عدى خط، ادي ثلاث خطوط، ادي هو هياخد الكوره يروح بيها. بص بقى هنا شريف ما عدى راح فتح المسافه، المسافه دي اتفتحت، خد داس على الكوره، راح هو انفراد. الاداء الحركي بتاع اللعيبه اللي وسعت له الخبرات والاداء الحركي ساعد المهاره الفرديه لعمرو السولية ان يرسل تمريره. يا استاذ ابراهيم انا موافق كابتن فاروق، متقنه في قوتها ودقتها، من ممكن كانت تطول لكن انت سلمتني في رجلي عشان اجري بيها وارقص، فكان في توفيق في حسن تقدير في قرار. وانا كنت بقول ان انا شايف ان كانت نقطه الضعف في الماتشات اللي ضاعت مننا سوء القرار. سوء القرار، مش لا المجهود، ما كانش حد باخر بمجهود، ولا فكره ان انت الرغبه في الفوز، لكن القرار كان فيه تسرع، كان فيه نوع من تشوط وقت ما ينفعش تشوط، ووقت ما يجب تشوط ما بتشوطش، وفرديه في او تباصي لواحد كان المفروض تدي التاني الحركه بكوره بدون كوره، قرارات غلط، القرار كان ما كانش حلو. اعتقد ان ماتش، وانا قلت لك هذا الكلام، انا فرحتي بالفوز على بيراميد انها هتدينا فرصه ان احنا نرجع الاهلي اللي احنا بنحبه، او نرجع الاهلي اللي احنا بنحبه. والدليل على كده طريقه تعبير قفشه المره دي لما جاب الجول، فرق كبير جدا، يقول لك فرق بين موقف الاهلي في هذه المباراه اللي كان يعني متضايق ومش عايز يروح يحتفل، ودي لما راح يحتفل. هو ده الفرق اللي بيلخص لك ان احنا معنوياتنا كانت عامله ازاي، وهنا معنوياتنا كانت عامله ازاي.